السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف في هذا الفيديو كيفاش نرجعوا حساب ولا تطبيق نتاع بريدي موب. كاين ناس فاتحين حسابات في بريدي موب وما عرفوش كيفاش يرجعوا المود باس. صح، اولا قبل كل شيء لازم بطاقة ذهبية تكون مربوطة مع رقم الهاتف. في حالة إذا كان عندك رقم الهاتف مربوط وما جاكش ميساج، تقدر تبدل رقم الهاتف من قديم إلى جديد، ولازم تروح تصرف الآلي دخل بطاقة ومن بعد تختار نقى الهاتف ومن بعد تختار تغيير رقم الهاتف باش تقدر ترجع المود باس نتاع بريدي موب. ما علينا، هذا هو بريدي موب وراني نسيت المود باس. صح، واش نديرو؟ نضغط على إعادة تعيين كلمة المرور، نكليكو عليه ومن بعد ندير موافقة. هنايا دي رقم البطاقة الذهبية ومن بعد دي رقم الهاتف. درك واش نديرو؟ ندخلو رقم أرقام تاع بطاقة ذهبية. شو ما مليح ندير رقم بطاقة ذهبية بهذه الطريقة، 62 80، ومن بعد نديرو 70 30، ومن بعد نديرو 28، ومن بعد نديرو ثمانية وعشرين، 51، 24، 70. ومن بعد نديرو وقت تموت البطاقة أو انتهاء صلاحية البطاقة، عندنا 8 2026، نديرو 26، هاي 26. ومن بعد نديرو رقم الهاتف المربوط مع بطاقة ذهبية باش يجينا الميساج باش نقدرو نديرو موت باس جديد. صح، نديرو رقم الهاتف خاصة بيا، 06 97 62، ومن بعد نديرو 75 57، ومن بعد نديرو موافقة. دركا يجينا الرمز على الهاتف، او جانا خاوتي الرمز، نديرو 41. دقيقة نحو هذوما باش عندنا 41 41، 16 16، ومن بعد 92، ومن بعد دي المواصلة. هنا يقول لك لازم لك دير مود باس جديد. درك نديرو مود باس جديد ومن بعد نرجع لكم. درك رانا درنا المود باس جديد ومن بعد واش نديرو؟ نديرو مواصلة بهذه الطريقة. نستنوا شوية حتى يفتح لنا بريدي موب، يقول لك قالت في المود باس. درك ندير المود باس ونرجع لكم. اني عاودت المود باس، قالوا لي راك داير مود باس مستعمل ولازم تجي تبدل المود باس. دير مود باس ماهوش داير مسبقا، معناها ما ديش نفس المود باس اللي درته من قبل، لا بدل المود باس باش تكون عندك حماية في البريدي موب. من بعد ندير مواصلة. دوك راه تفتح لنا بريدي موب بدون اي مشاكل، تقدر تشوف الاموال في بريدي موب، تقدر كذلك تشوف البطاقة نتاعك، كذلك تشوف تقدر دير تحويلات الاموال بين حسابين، تقدر ثاني تشوف الدفعات، تقدر تفليكسي ولا تخلص الانترنت، كذلك تقدر دير عملية بدون سحب بدون بطاقة ذهبية. خاوتي هيا قالك معاملة بدون بطاقة، وكذلك إعدادات هنا، تغيير اللغة، تغيير كلمة السر، مهم هنا قاعد يعطيك كلش التفاصيل. هذه الطريقة باش تقدر ترجع المود باس نتاع بريدي موب. اللي عنده أي مشكلة ولا عنده استفسار خلينا تعليق أسفل الفيديو، ولا يتواصل معنا عن طريق الواتساب
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.